أخرى تحدث في حبكة السيناريو. هذه الأخطاء يلاحظها الجمهور وتسمى بـ The Big Holes أو الثغرات الكبرى أو العظيمة، من الثغرات التي أثارت موجة واسعة من التهكم والانتقادات ولاحظها الجميع وطرحت الأسئلة، وربما تكون من أسباب شهرة الفيلم أصلاً. توجد في فيلم التايتانيك جيمس كاميرون في هذا الفيلم، نعم حصل على الجوائز الممكنة، ترشح لكل جوائز الأوسكار 12 جائزة وحصل على الكثير منها، وبقي فيلم تايتانيك الفيلم الأكثر جذباً للأرباح في البوكس أوفيس لسنوات، حتى أتى جيمس كاميرون بفيلم آخر وهو أفاتار 1 ليأتي له بأرباح أخرى تعادله أي ما يفوق المليار دولار. وهذا العام في أفاتار 2 The Way of Water نشاهد أكثر من ملياري دولار في أرباحه. تحدثنا من قبل عن هذا المخرج وتحدثنا عن هذا العمل. المهم في هذا العمل نشاهد النهاية، تلك النهاية التي كانت نهاية تراجيدية، نهاية مبكية، نهاية نرى فيها جاك ذلك الذي يأتي من المحيط المعدم، يأتي من الدرك الأسفل في سفينة تايتانيك، بينما تأتي روز من تاجها العاجي، تأتي من الطبقة الأرستقراطية، فنجد الحوار الطبقي بينهما، نرى أن روز تنقذ وينقذها جاك فوق ذلك اللوح الخشبي، بينما جاك يتشبث باللوح الخشبي وجسمه مغمور بالمياه الباردة جدا أو المتجمدة ويموت، فتتركه روز يهيم في غياهب المياه. ولكن عندما نفعل هذا نوقف الفيديو، نركز مع اللوح الخشبي، هذه المساحة بجانب روز تكفي لجاكين وليس لجاك واحد. فماذا فعل هنا جيمس كاميرون؟ أظنه جعل رغبته في الانتقام من جاك تغلب المنطقة السينمائية أو المنطقة التقنية.